أنزل هذا القرآن ليقرأ ويعمل به، لم ينزله ليجعل في كتب ومصاحف ويحفظ في الرفوف أو في الدواليب، وإنما يتلى ليلا ونهارا في كل الأحوال المتيسرة يتلوه المسلم. وقد ذكر العلماء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن، يحزبونه على الليالي في قيام الليل، فمنهم من يقرأه في ثلاث ليال، ومنهم من يقرأه في سبع ليال، ومنهم من يقرأه في عشر ليال. وآخر حد لتحزيب القرآن في 30 يوما، كل يوم يقرأ جزء، كل يوم يقرأ جزء من القرآن، لا يمر عليه اليوم والليلة إلا وقد قرأ جزءا من القرآن، هذا آخر حد. وإذا قرأ أكثر من ذلك فهو أفضل، في عشر، في ثلاث، في سبع، هذا أفضل. لكن إذا مر عليه شهر ولم يختم القرآن فهذا جفا، هذا جفا وهجر للقرآن. هجر القرآن أنواع، منها هجر التلاوة، ومنها هجر العمل بالقرآن.